عدد تاني يا شباب. ليك عدد ليك. نحن وفات كنا زبطتك لأنه بجيل حرب سو كنا نسوق ديجا اوريدي على الطرقات قبل الرالي بطريقه هامجيه. هلا جينا مره انا بال 86 كنا لانه انا ظهرت درس 3 سنين برا سو بال 86 زدت حضرت ستارت الرالي الجبل كان اسمه وشفت جان بيير تاع نصر الله وبيلي كرم والشباب عم ياخذوا الدبار وجنن كمان وقتها جيت تيربو سيارتي شريها بسويسرا وجبتها معي نيقاني دو اخذتها ورحت عند بسول وحنين وصلت لهوني قلت له انه بدنا ننزلها بالجروب امبر يعني. هونيك تعرفت علينا عادل، عادل وقتها كان معه ارسان كيربو 2 بتذكرها كثير منيح، كان لونها سوداء اورانج. بالرالي كان في 103 سيارات، كان اول مره بفوت رالي الجبل بكالندريه بطوله الشرق الاوسط. كان رالي كثير، كان رالي بالليل، كان نسوق كل الليل والنهار ثلاث ايام، ضل ثلاث ايام عم نحكي في شي 30 مرحله خاصه يعني طويل 1000 كيلومتر رالي في منهم 500 كيلومتر سبيشال ستيج. هلا بالنسبه لوقتها خلصنا الرالي وصلنا انا طلعت اول جروب ان وقتها بالترتيب وكان اول رالي لاليسو بريمير جروب ان وفايت بكندية الشرق الاوسط وعادل طلع اول جروب اس طلع بالتوربو دول اللي كانت معه اول جروب اس وجروب اس كانوا سيارات كلهم جروب بي وفي التانيين كان في قوه يعني مش لعبه يعني. هلا هون صرت قريب كثير انا من عادل يعني بلشنا صرنا صحبه نظهر مع يعني مع هايفا وجيزان نتعشى وان شاء الله نقدر نبيض وجه لبنان بالنتيجه حتى نبرهن انه البيلوت اللبناني اذا تأمن له اللي لازم يتأمن له بيقدر بكل فخر انه يكون هو الرائد بمنطقة الشرق الاوسط. عادل اذا ربح سبق ولا خسر سبق هي ذاتها، هو بالنسبة له انه نحن عائلة وبالنتيجة كنا نازلين نتسلم. يعني الزلمة كان يعني مثلا مرة قال لي تعا ما نطلع على صوت لبنان. انه ما بيصير وسام عم بيصير في كثير حوادث على الطرقات لازم نحكي نحن لانه نحن ابطال بالراليات. انه على الشباب انه ما يسعوا الطريق اللي بده يسرع يجي يتزر بالرالي وهو مزبوط ما راح من وقتها نحن ما بلشنا ننزل بالرالي بطل تسرع على الطريق. طلعنا عملنا الانترفيو سوا انا وياه بصوت لبنان ما بنساها هاي وكملنا ضلينا نسابق سوا بس احسن اقوى سبق يعني اذا بدك انا وياه العاديل كان هو رالي الارز 92 وصار إذا بدك المنافسة على الثواني أنا وعادل. كنت بتذكر عم بعمل الانترفيو بيجي عادل بيقول لي حشتنق بيني على بعدها هيدي إذا بتطلع إذا عندك الفيديو بتشوفه بيقول لي حشتنق إنه أنا بقول له خي صار معنا عندي كتير مشاكل كان بالسيارة وقف بوست باشر تيربو ميت شهر وأكتر شيء ضايقنا من لأنه حادث بنزين صار قال أفغاز هو بس علينا لو وصلنا لهون عم بعمل خبر هون كتير عالي عربية صارت تقطيش كتير وجهنا مشاكل. نوصل على اخر الاس اس مثلا اعتبر عامل مثلا عادل 11 1106 مثلا انا مثلا 11 07 او 08 يعني بس بعده شو بعده قدام وانا وعادل دبيك على الثواني يعني بعتقد هلا عادل كمان يعني في فرق بيني وبينه شي 5 سكوند يا هو قدامي يا انا وراه لنشوف بعد في هول اربع اخر سبيشال بيحكوا حتى وصلنا على اخر اس اس كنت انا رابع وكان عادل تاني وكان سامين ستين تاني قلت له لمروان دينار كانت سبيشال 16 كيلومتر قلت له انا مش رح فوت اذا مش خد مش فايت على اس اس مش رح فوت رابع لانه كثير كان اجريسيف الرالي هجمنا بس هجمنا بطريقه مش طبيعيه ننزل على اس اس ما حدا عارف الاوقات ما حدا عارف شيء بيجي فاتريكو على هيدا بيقول لي انه اخذت عليه 60 سكندز لعادل ليه صار هيك؟ لأنه أنا كتير عملت أتاك يعني أتاك 120% وهو لأنه كان معه 14 سنة يشيل إجره ليك عادي كلمة الجنتلمان قليلة عليه لأنه زلمي ما عنده أعداء الشباب كلها بتحبه
لأنه he was friendly with everyone. وكان عطول عطول أنه بده يعمل أنه نظبط ما بيصير الحوادث اللي عم بتصير, بدنا نحن نعمل شيء, لازم نعمل شيء كمان قصير الشباب اللي عم بتموت على الطرقات بالسواقة وبالسرعة وكذا وكذا وكذا. أنتوا بدي هنيكم من كل قلبي لأنه عملتوا شغلة إيه مفروض الدولة تتبناكم, يعني مفروض ينعملكم بادجت عليها. عم بقول لك كل اللي عم يسمعوني, كل الفانس سابولي بالفيسبوك, كل واحد منكم إذا عنده صبي أو بنت عم بياخدوا دفتر السواقة, بليز بليز بعتون لعند عادل متني فاونديشن بليز, لأنه بيعلمون السواقة, لازم يتعلموا تكنيك السواقة. السواقة مش إنه طلعنا وسقنا وكذا, لا, تتعرضوا لمية قصة. عادل اشتقت لك كتير كتير, اشتقت لك. دني this is destiny, انت بطلت بهالدني, انا صرت قاعد على الكرسي, جوني راح بكير. بس بدي اقول لك شغلة, احلى ايام حياتي, احلى ايام حياتي من العشر سنين الراليات اللي عملناهم انا وياك سوا, وكنا سوا صدقني. هيدي مش هيدا, بس كنا هيك شباب وما في مسؤولية, we were really مثل ما بقول going to the extreme. I miss you so much, عن جد اشتقت لك كتير. بس بدي اقول لك شغلة, you are lucky حتى منك بهالدنيا, بس you are lucky لانه انا I never saw بحياتي ولاد او شباب they honored their father مثل هالشابين النمرين اللي عندك يا هون, يلي مش بس انه they are honoring you, ماشيين على خطاك واكثر كمان هكا حال بروف اني عملوا الفاونديشن. بقى انا I miss you so much و I'll see you soon.